السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد على قناة محترف النت. انا علي فوزي. طبعا معلش المتابعين عندي عارفين انا اتأخرت جدا عليهم في القناة، لكن طبعا بدأنا رجعنا تاني والتجهيزات بتاعتنا، وان شاء الله هنرجع احسن من الاول تاني على اليوتيوب. اولا طبعا نقدر نقول من دلوقتي تم حل مشكلة الحساب البنكي تماما. فطبعا زي فيديوهات كتير قوي شفتها على اليوتيوب بيقولك ان تم حل مشكلة الحساب البنكي، لكن انا بعتبر ان ده مش حل. ليه؟ لان اغلبهم بيطلب منك مثلا حد ادنى للايداع 200 دولار، وفي الاغلب ما بتبقاش هي دي المشكلة، ولكن بتبقى المشكلة هو اثبات الوظيفة. وطبعا اغلبية اللي شغالين على اليوتيوب شباب، او اكترتهم ما عندهمش اثبات وظيفة، ومصدر دخلهم هو عامة الويب سايت او اليوتيوب. فدي طبعا بتبقى مشكلة، او ساعات بيربطك بسن معين ان انت تكون عديت ال21 سنة. لكن الحساب اللي احنا هنقوله النهاردة حساب سهل جدا وبسيط، ما بيطلبش منك غير صورة البطاقة بس، وحساب بسيط جدا وبيقدم لك كل الخدمات. بيبقى ليه طبعا سويفت كود، وليه الرقم هيدولك برقم ايبان تقدر برضو ان احنا تحطه، وهو ده اللي احنا محتاجينه. طب الحساب ده ايه ظروفه بالظبط؟ الحساب ده هو حساب شباب. الحساب ده بيكون حساب توفير من بنك اسكندرية. بنك اسكندرية اعتقد تقريبا ان هو البنك الوحيد اللي بيقدم الخدمة دي، او يعتبر هو افضل بنك هيقدم لك الخدمة دي لو في بنوك تانية بتقدم نفس الخدمة. اولا الحساب ده ليه مميزات كتير جدا. هو برضو ممكن تشوف بيانات الحساب عن طريق، لانه بيعمل لك اون حساب انترنت بانكينج، فتقدر تخش وتشوف حسابك اتحول فيه قد ايه، ويبقى الخصم بسيط جدا على التحويل. يعني الفلوس لما تتبعت لك، هو الفلوس لما تتبعت من جوجل ادسنس هتستلمها بالمصري، مش هتستلمها بالدولار، لان ده حساب بالمصري. واحنا مش مهم، اهم حاجة انك تاخد الفلوس بتاعتك، لان في مشكلة حقيقية ان انت مش هتقدر تعمل حساب بنكي يستقبل حوالات حاليا. مفيش غير ان حساب الشباب، لانه حساب الشباب ما بيطلبش منك غير صورة البطاقة بس. طب حساب الشباب ده تقدر تعمله من اول 16 سنة لحد 21 سنة، تمام؟ حساب الشباب اولا من اول 16 سنة تقريبا لحد 17 او 18 بتحتاج يكون معاك والدك، عشان هو بيبقى هو الواصي على الحساب، يعني بيبقى هو الواصي عليك، ولكن الحساب بيبقى باسمك. لكن من بعد 18 سنة فانت كده مش محتاج غير صورة البطاقة بتاعتك بس، وهتفتح الحساب بتاعك تمام عادي تمام، مش هيحصل اي مشاكل. وطبعا هيطلع لك معاه بطاقة، البطاقة دي طبعا بتوصلك بعد وقت معين لحد اي باب بيتك في اي مكان في مصر. طبعا الكلام ده بتكلم في مصر يا جماعة. وطبعا الحساب ده ليه ميزات كتير جدا جدا. يعني اول حاجة انك طبعا الحساب ده تقدر من خلاله انك تدفع حاجات اونلاين، تقدر ادفع مثلا فاتورة موبايل، فاتورة انترنت، فاتورة مثلا احول رصيد لاي طبعا فودافون او اتصالات او اورنج. ممكن ادفع حاجات كتير جدا، يعني ممكن ادفع فاتورة الوي، اي حاجة من دي. يعني ممكن برضو ان انت طبعا تشوف الحساب بتاعك فيه قد ايه، وطبعا بيعمل لك برضو حساب في تطبيقات، منهم تطبيق محفظتي، وتطبيق برضو اليكس بانك تقريبا، او اليكس موبايل بانكينج، فده برضو موجود، وحاجات سهلة جدا وبسيطة، وكل ده هتعرفه. لكن اهم حاجة عندنا حاليا ان دلوقتي ده حساب توفير وبينزل برضو عليه فايدة، تمام؟ عشان نزود معلومة، الحساب ده برضو بينزل عليه فوائد، وتقدر برضو تستفسر الموضوع ده تفصيليا من البنك، لان انا اول برضو ما يتبعت لي الفلوس من جوجل ادسنس هعمل فيديو تاني واقول لكم اتخصم قد ايه والدنيا مشيت ازاي، واكيد طبعا ان شاء الله مش هيكون في اي مشاكل. الحساب ده هو حساب توفير بيتعمل لك. اولا الحساب ده بس انا مجرد ان هو بيبقى ليه، طبعا بيبقى ليه رقم وليه سويفت كود وليه ايبان، تقدر برضو من خلاله انك تستقبل الحوالات اللي جايه من بره، وبرضو تقدر انك تعمل ايداع او سحب او ايداع من خلال الاي تي ام، لانه بيطلع لك معاه كارت، بيطلع لك معاه بطاقه. وطبعا هو حساب سهل جدا وبسيط. لكن لو انت من سكان اسكندريه فهيبقى ليك حاجة كويسة جدا. اللي هي ايه بقى؟ لو انت من سكان اسكندرية فارشحك جدا انك تروح فرع طلعت حرب. ده تقريبا ده موجود في تقريبا في شارع سعد زغلول تقريبا، طلعت حرب
فرع طلعت حرب ده هتلاقي في خدمة العملاء الموظفة ميرنا محمد. طبعا الموظفة دي خدمتني جدا جدا جدا. موظفين خدمة العملاء في بنك اسكندرية حسب تجربتي فهي يعتبر من افضل موظفي خدمة عملاء في البنوك على الاطلاق يعني. فطبعا لو انت من سكان اسكندرية ارشحك جدا ان انت تروح فرع طلعت حرب وتسأل على الاستاذة ميرنا محمد بالاسم، وحتى لو لقيت هي مشغولة استنى لحد ما اللي معاها يخلص، وتقدر برضو انك تروح للأستاذة ميرنا محمد هتفيدك جدا جدا. قول لها حتى ممكن توضح لها تقول لها انا تبع علي فوزي وعايز اعمل حساب شباب عشان برضو استقبل حوالات من جوجل، فطبعا هتفيدك جدا وهتعمل لك الحساب كويس جدا. انا يعني بقدر طبعا مجهوداتها انها ساعدتني جدا في فتح الحساب وفعلت لي حاجات كتيرة جدا جدا في الحساب، وطبعا هتعمل لك اضافات وحاجات كتيرة جدا في الحساب. ما اعتقدش ان ممكن موظف تاني يكون يساعدك في حاجات زي دي، او ممكن مثلا ان هو يأكد على الحاجات اللي زي دي او يساعدك جامد او فتح الحساب. بس طبعا موظفة ميرنا بشكرها جدا جدا، ساعدتني جدا جدا في فتح الحساب وفعلت لي حاجات كتير قوي قوي قوي. لو انت من سكان اسكندرية فانت لو ما رحتش فرع طلعت حرب دي طبعا، انا ما اعرفش اساسا الاستاذة ميرنا اساسا، بس انا هبقول لك تجربتي، انا ما اعتقدش ان في موظف تاني هيعمل الصراحة اللي هي عملته. فعلت لي الحساب وبرضو فضلت قاعدة معايا لحد ما نزلت لي الابليكيشن على الموبايل وفعلناه وعملنا الايداع وكل ده عن طريق الابليكيشن، وعملنا كل الميزات بتاعة الحساب واصبح الحساب تماما. ويعني موظفين خدمة العملاء بالذات الصراحة معاملة جميلة جدا جدا، وبتحس انك قاعد وشايف الدنيا ماشية ازاي، وكل حاجة بسيطة جدا جدا وكل حاجة مفهومة وباينة قدام منك. فطبعا يعني هتخسر جدا لو انت من سكان اسكندريه وما رحتش فرع طلعت حرب وسالت على الاستاذه ميرنا محمد. قول لها كمان، قول لها انا تبع علي فوزي، لان انا اللي عملت الحساب عندها. قول لها تبع علي فوزي وعايز اعمل حساب زيه اللي عشان استقبل حوالات من جوجل. هتفهم على طول وهتعرف وهتعمل لك نفس الخطوات اللي هي عملتها لي الصراحه. تعبت كتير جدا لحد ما عملت لي الحساب، يعني بشكرها جدا جدا على مجهوداتها يعني. طبعا لو انت مش من سكان اسكندريه مفيش مشكله، برضو تقدر ان انت اي فرع من بنك اسكندريه تقدر ان انت تعمل الحساب ده، حساب كويس جدا. اول طبعا ما انا اعمل اول ما يجي لي طبعا الكارت، لان الكارت بيجي لك لحد بيتك في اي مكان في مصر، بتقول لهم العنوان، وطبعا اول ما يوصلني، وطبعا اول ما توصلني دفعه جوجل ادسنس الجايه ان شاء الله هعمل فيديو تاني واقول لكم اتخصم قد ايه والتفاصيل كامله. لو حابين برضو تعرفوا تفاصيل تانية اكتبوا لي في الكومنتات، وطبعا يا ريت عشان يوصل لك الفيديو الجديد اشترك في القناه، وطبعا يا ريت برضو تشترك في القناه واعمل لايك للفيديو. الموضوع ده مش هياخد من وقتك غير ثانيه، ولكن هيفيدني جدا جدا وهيفرحني جدا جدا ان انا اعمل لكم فيديوهات تانية كتير. فيا ريت اهم حاجه اللايك، ولو انت مش مشترك اشترك في القناة عشان يوصلك فيديوهاتنا الجديدة. شكرا ليكم، استنونا الفيديو الجاي.